أي نجاسة البول. النجاسي أي نجاسة البول، بول إنسان وبول حيوان، وكم مقدار كل من النجاستين. كان السائل يعني هل البول بول الإنسان نجس وكذلك بول الحيوان؟ الجواب بول الإنسان نجس قطعا، وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. ومن أجل ذلك شرع الاستبراء كالاستنجاء لإزالة آثار النجاسة من القبل والدبر، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه. استنزهوا أي تنظفوا واحترزوا من أن يصاب أحدكم برشاش بوله، ذلك لأن أكثر عذاب القبر من هذا النجس البول. وعلى ذلك جاء حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام غصنا من نخيل فشقه شقين، ووضع كل شق منهما على قبر، فسألوا عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما ما دام رطبين. لذلك أجمع علماء المسلمين على أن بول الإنسان نجس يجب التنزه والتطهر منه. أما بول الحيوان ففيه تفصيل على أرجح قولي العلماء. التفصيل هو: إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم حرام أكله، فحينئذ بوله ودمه نجس. أما إذا كان مأكول اللحم أحله الله عز وجل لعباده، فحينئذ بوله وروثه طاهر ليس بنجس. وليس معنى كون روث وبول الحيوان المأكول اللحم أنه طاهر يعني طيب، ما في ترابط ولا في تلازم بينهما. كثير من الناس يتوهم تلازما ما بين أمرين ما، وهو واهم. وعليكم السلام ورحمة الله. فلا يلزم من حول الشيء طاهرا أن يكون طيبا. الدخان مثلا طاهر لكنه مو طيب. كذلك الروث والبول طاهر لكنه ما هو طيب، بل هو مستقذف. ونستطيع أن نذكر بما هو أمس بحياة الإنسان من البول والروث من الحيوان المأكول لحمه. فهذا نخاعة الإنسان يعني بلغم، بل هذا بول مصاب الإنسان، فهذا طاهر لكنه مستقلف. يعني إذا بصق إنسان قد يكون صديقا وحميما في إناء فيه ماء، هذا الماء لا يتنجس لكنه يصبح مستقلا، تعافه النفس. لكن لو
أردت أن تتوضأ به، لا سيما إذا لم تجد ماء غيره، فحينئذ لا يجوز أن تدعه وأن تتيمم بحجة أنه لا تجد ماء طاهرا. لا، هذا ماء طاهر ومطاهر، نشرب وتعافه لا تشربه، لكن يجب أن تتوضأ به. كذلك بول وروث الحيوان مأكول لحم. فهو طاهر، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك. مما يعذرني من ذلك الآن حديثان اثنان. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. مبارك الغنم ومعاطن الإبل هي المواطن التي تبرك فيها هذه الحيوانات عادة، ولا شك أنها تبول وتروث فيها. فحينما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة في هذه المواطن، معنى هذا التصريح بأن هذه المواطن طاهرة، ومعنى ذلك أن البول والروث من هذا الحيوان المأكول اللحم طاهر غير نجس. أما الحديث الآخر الذي يحضرني بهذه المناسبة فهو حديث العرنيين، الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جماعة من العرنيين أتوا الرسول عليه السلام وقد وأمرهم أن يخرجوا وأن يشربوا من ألبانها وأن يتداووا بأموالها، فخرجوا وسرعان ما صحوا وقوا. فلما شعروا بأنفسهم وقوتهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، يعني سرقوها ورادوا الهرب بها. وسرعان ما جاء النذير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما فعل هؤلاء العرنيون حيث قتلوا الراعي وأستاقوا الإبل، فأرسل الرسول عليه السلام الطلب خلفهم فأتي بهم وقتلهم شر قتلة، وألقى بهم في الحرة حتى ماتوا جوعا وعطشا جزاء غدرهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إليهم بأن أعطاهم 5 رؤوس من الإبل ومعهم خادم راعي يخدمهم ويرعى إبلهم، فقتل الراعي وأرادوا أن يستاقوا الإبل. الشاهد من هذه القصة أن الرسول عليه السلام أمرهم أن يتداووا بأبوال الإبل، فدل هذا على طهارة بول الحيوان مأكول اللحم، دل هذا أيضا على هذه الطهارة. ولا يقولن أحد لعل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يتداووا بأبوال الإبل لا يعني بطهارتها، وإنما لوجود الضرورة بالتداوي بها. حينئذ إن صح هذا الكلام لا يصح الاستدلال بالحديث على طهارة أبوال الإبل. لا يقول أن هذا أحد، لأننا نقول أنه من الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الدواء الخبيث. فإن قيل بأن بول الإبل حرام فهو خبيث، فكيف يأمرهم بأن يتداووا بالخبيث وهو نهى عن التداوي بالخبيث؟
لذلك الاستدلال بهذا الحديث سليم لا غبار عليه، لا سيما إذا انضم إليه منطوق الشق الأول من الحديث الأول ومفهوم الشق الثاني منه. منطوقه قال صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، ليس يعني في الشطر الثاني من الحديث لأنها نجسة، لا، لأن العلة جاءت مصرحة في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال فإنها خلقت من الجن، فلم يعلل الرسول عليه السلام النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بعلة نجاسة أبوالها وأرواثها، وإنما بعلة غيبية أخرى وهي أنها خلقت من الجن. هذا جواب الطرف الأول من السؤال، وخلاصته أن بول إنسان والحيوان المحرم أكله كل ذلك نجس. أما الشطر الثاني من هذا السؤال وهو المقدار الذي يشعر مقدار كل من النجاستين، فنقول ليس هناك نص في السنة فضلا عن الكتاب تحديد النجاسة المحرمة وبالتالي النجاسة المعفو عنها، وإنما هناك أوامر مطلقة كقوله تعالى وثيابك فطهر، فيجب على كل من أصيب بنجاسة من هذه النجاسات الثابتة نجاستها بالشرع أن يتطهر منها تطهرا مطلقا، لا يقول هذا قليل والقليل معفو عنه، لأن هذا المعفو عنه ليس له أصل في الشريعة مطلقا لا كتاب ولا سنة، وإنما كما ذكرنا نصوص مطلقة وعامة، فيجب أن يتطهر الإنسان عن كل نجاسة سواء صورت أو كبرت. كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الصدد هو أنه ممكن أن يغتفر شيء من النجاسة إذا كان المرء يكثر ابتلاؤه به، بحيث أنه إذا كلف بالتنزه منه وقع في الحرج، فدفعا للحرج يغتفر حين ذاك، لا لأنه قليل أو قليل وإنما للحرج. مثاله من الأحكام المعروفة عند الفقهاء المرأة الحائض عفوا المستحاضة ورجل المصاب بسلس البول، فهذا وتلك كلاهما يصلي أحيانا كثيرة وهو حامل للنجاسة من دم الاستحاضة أو من البول. لماذا؟ لأن هذه دائما يصيبها دم الاستحاضة، فلو قيل لها تطهري 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 لوقعت في الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كذلك لو قيل للمصاب بسلس البول أيضا يقع في الحرج. والخلاصة يجب على الناس الطبيعيين في أبدانهم وفي أوضاعهم العامة أن يتطهروا من النجاسة تطهرا كاملا لا يستثنى منه شيء إلا ما أدى إلى الحرج. سؤال معروف جوابه بل ومطبوع في رسالة لنا، لذلك فسأجيب جوابا مختصرا
على السائل أن يرجع إلى رسالة حيث قال تحريم الذهب على النساء، وجدت الحديث على التحريم، فلما لم يأخذ العلماء به أقول هذا السؤال أولى أن يوجه إلى غيري من أن يوجه إلي، لأني لا أستطيع أن أجيب عن غيري، فأقول ما أخذ بهذا الحديث لكذا، وإنما السائل يسأل العلماء الذين لا يأخذون بهذا الحديث. هذا الجواب في حدود السؤال، لما أخذ العلماء سأل العلماء، لكني أتصور أن السائل قصر سؤاله عن التعبير عما في نفسه، ويعني ما هي حجة العلماء الذين لم يأخذوا بحديث التحريم. فإن كان هذا هو الذي يقصده السائل فقد قدمت له الجواب سلفا، نقول له ارجع إلى الرسالة المشار إليها وهي بعنوان آداب الزفاف في السنة المطهرة، فستجد الجواب إن كان يعني هذا المعنى الذي لا يفهم من السؤال. إن كان يعني ما هي حجتهم فسيجد حجتهم هناك والرد عليها، وإن كان فعلا يعني أنه شو تعرف أنت العلماء ليش ما أخذوا، فأقول تسألهم إلهم أحسن ما تسألني إلي. نعم. الآن وضعنا العشاء العشاء ولا العشاء؟ لا العشاء بلا غيره. يعني نستأذن منهم أن تذهب، هي فترة راحة للعشاء، ونجي قبل العشاء كمان نجي بعد صلاة العشاء. تنفيذ هنا السؤال الثالث في جملة الأسئلة التي تكلمنا عن السؤال الأول والثاني.